بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إكمال محاضرة الليتابس والتعرف على تصميم العتب الخرساني بسيط الإسناد بشكل مستطيل، وصلنا كان الشير، كيفية تصميم الشير. صممنا للمومنت ولاحظنا التطابق النتائج. طيب، فقط هنا ملاحظة أريد أذكرها بالكود، ذكرتها في المحاضرة السابقة أنه هنا بالـ AS minimum يؤخذ على الأقل. أنا آسف، أنا أخطأت. الكود يقول على القيمة الأعلى بين الاثنتين. طبعا راح نحكي بعدين ليش يعني الايتابس اخذ الحد الادنى وليس الاعلى، ولكن الان خلي نحكي على الشير وكيفية تصميم الشير. طبعا بالنسبة للاي اس مينيموم، هذا الكود تستخدم وحدات البي اس اي. اذا كنت تستخدم وحدات الميجا باسكال، فالاول هو جذر اف سي برايم على 4 اف واي بي دي، والثاني 1.4 على بي دي. يعني بمعنى ثاني انه عندك الرو مينيموم للبيم، يساوي طيب إما 1.4 على اف واي، أوكي، أو اس كيو ار جذر الاف سي برايم على 4 اف واي، أوكي. طيب which is greater. طيب بمعنى ثاني إذا ساوينا الطرفين، ف الجذر ال اف سي برايم، اوكي، راح تساوي خمسة فاصلة ستة، بمعنى أنه الـ FC برايم تساوي 31.36 ميجا باسكال. هذا الحد الذي عنده الـ FC برايم راح تتساوى القيمتين مع الـ Raw Minimum. فإذا كانت عندك الـ FC برايم أقل من 30، أوكي، إذا كانت عندك الـ FC إذا كانت الـ FC Prime أقل من أو تساوي 30، يعني أقل من الـ 31.36، فاستخدم الـ Raw Minimum يساوي الـ 1.4 على FY الحد الأول. وإذا كانت أكثر من 31.36 فاستخدم جذر FC Prime على 4 FY. هاي اختصار، بدل ما تروح تستخدم القانونين وتشوف منه الـ Greater. الـ Greater إذا كانت الـ FC Prime 30 فما دون هي 1.4 على اف واي، ما كانت قيمة اف واي. وبالنسبة للفوق ال 30، اوكي، فهي جذر اف سي برايم على 4 اف واي، ما كانت قيمة اف واي. طيب الان حتى نصمم الشير، اوكي، عندنا قانون انه العتب له حد، يعني العتب الخرساني له حد معين في تحمل قوة الشير. عند هذا الحد إذا كانت الـ VN أقل من الـ VC، يسمى هذا الحد طبعا الـ VC، والـ VN اللي هي الناتجة من الـ أو الـ VU، القوة الناتجة من الـ Shear Moment Diagram. إذا كانت الـ VU أقل من الـ VC، فإن هذا العتب ده يتحمل وما يحتاج أي تسليح بالشير.
وإذا كان تجاوزت الـ VU والـ VC هذا يعني أنه راح نحتاج حديد تسليح. قانون الـ VC، قانون الـ VC حسب الكود الأمريكي يساوي 2 جذر أوكي FC برايم BD، هذا إذا كانت المادة بوحدات الـ PSI أوكي. أما إذا كانت بوحدات الـ ميجا باسكال فإن القانون راح يصير جذر FC برايم أوكي على 6 بي دي، هذا بالميجا باسكال أوكي. نحن عندنا ال في سي مال المقطع مالتنا يساوي جذر أوكي 40 على 6 مضروب مضروب في 400 في 0.454. ليش 5.54؟ لأن الوحدة بالميجا باسكال يعني بالنيوتن على المليم في مليم، طبعا هنا من ينجذر يظل نيوتن على مليم تربيع، في مليم في مليم تطلع الوحدة بالنيوتن، ولذلك نحولها إلى المتر حتى تصير بالكيلو نيوتن. وتساوي ميتين سبعة وعشرين بوينت سكس ايت كيلو نيوتن. طيب ال V هو القيمة اللي تنتج من الرياكشن اللي موجود أوكي. إذا نجي نشوف الشير مومنت دايجرام أوكي، نجي نشوف المومنت دايجرام، شير مومنت دايجرام، وأقول له شوفني الـ values، راح نشوف أنه الـ reaction 90 90 مثل ما حسبناه أوكي. ولكن هذا الـ V، هذا الـ V عادة ما نحن المصممين مو ناخذ منه المسند، ناخذ من مسافة بعد المسند. ليش؟ راح أراويكم ليش، بس إذا أنت تريد تشتغل على المسند فهذا أكثر أمان لك، ولكن ربما غير اقتصادي. نأتي إلى العتب، وليكن هذا العتب أوكي، وهذا الكولوم أوكي. الرياكشن يبدأ من الحد هذا وهذا الحد. طيب مستحيل مستحيل انه يحدث القص هنا، يعني ما ينقطع العتب من هنا ويسقط، مستحيل. ماذا يحدث؟ يحدث كراك بزاوية 45 اوكي، بزاوية 45 بالصيغة هي اوكي. اوكي يحدث الكراك بالصيغة هي بزاوية 45 كويس. هاي الزاوية يعني تقدر المسافة الكراك بمسافة دي أوكي عن السبورت، فلذلك تؤخذ على مسافة دي من السبورت. كيف نحسب المسافة؟ إذا نريد نحسبها من الـ E-tabs نضغط بالرايت كليك على العتب أوكي، راح نأشر القيمة هنا بمقدار 0.54 ويحسبها الشير، أو نقدر نحسبها بالـ view add d تساوي
التسعين رياكشن ناقصا ال W U الموضوع في دي، وراح نشوف شكد تساوي VU RD تساوي 90 ناقصا كان مقدار الحمل، مقدار الحمل 36 في 0.54 ويساوي 70.56 كيلو نيوتن. طيب 70.56 اوكي. الـVN الـD يساوي الـVU الـD مقسومة على فاي، فاي شير. اوكي فاي شير قيمته 0.75 دائما، فلذلك نقول 70.56 مقسومة على 0.75 وتساوي 94.8 كيلو نيوتن. تمام اوكي. الآن الشير عدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي أنه يكون الـ VN D أصغر من الـ VC over 2 في هذه المرحلة. أوكي في هذه المرحلة No shear reinforcement needed أو no need for shear reinforcement. أوكي المرحلة الثانية والتي تكون الـ VC زائدا ثلث الـ BD الـ VN الـ D و يقع إلى أو عفوا المرة أكبر من الـ VC وأصغر من VC زائد ثلث BD. ففي هاي المرحلة راح تكون المينيموم reinforcement required. أوكي في المرحلة الثالثة، التي تكون الـ VC الـ VN واقعة في الـ VC أوكي والثلاث VC. في هذه المرحلة نحتاج إلى تسريح مقدار VS الذي يساوي VN D minus VC. أوكي في المرحلة الرابعة، أنه واقع بين ثلاث VC والخمسة VC، هذا يعني أنه نحتاج إلى الماكس أوكي اللي تساوي أيضا VND minus VC. المرحلة الأخيرة وهي أنه الـ VC الخمسة VC أوكي أصغر من الـ VND، هذا يعني أنه need to change the section، يعني العتب فاشل يحتاج إلى تكبير أبعاد أو تغيير الخرسانة، نوع الخرسانة. بما أنه الـ VC تعتمد على الماتريال و الـ property sections، نعمل على تكبير الـ D أو تكبير أو يعني تحسين نوع الخرسانة. وبما أنه في العراق يعني زحمة أنه واحد يسيطر على
حصول ال في سي على الحصول يعني الماتريال. ال اف سي برايم صعب يحصل على انه يريد مثلا 28، صعب يحصل على قيم كبيرة مثل 35 او فما فوق 40 60، صعبة جدا في العراق بسبب سوء ظروف العملية، فتكبر النقطة يكون أفضل. طيب نحن عندنا الـ VN دي هي 94.8، هاي أصغر من 227.68 مقسومة على 2، والتي تساوي 213.84 كيلو نيوتن. هذا يعني أنه العتب مالتي ما يحتاج أي شير، no need for any shear. طيب خلينا نجي نشوف العتب. أوكي العتب من دي كونتو، دي كونتو من إلى نا، الشير إيش قد مقداره؟ مقداره صفر. ليش؟ خلينا نشوف الشير، تعال نشوف. طبعا هاي الفلكسجر هنا بالفاي في ان 0.75. اوكي القوى كان اخذها من عند 0.90. طبعا نحن اذا نريد نحسب المسافات، اوكي نقدر انه نرسم شير مومنت دايجرام او نستخدم الدالة العلاقة هاي. اوكي معادلة هاي. اوكي الشير عند ال سي 1 90، فراح تطلع سي 1 ماينس 90. اوكي لان هذا راح يصير صفر، ف دبليو اكس ناقص 90، ولذلك من يشتغل الاي تابس في رسم الشير نحن نعرف انه هذا هو القص الموجب وهذا القص السالب، هو يعكسها بسبب المعادلة هذيك اللي شفتها. اوكي في المنتصف، في المنتصف راح يكون الشير صفر. طبعا كل ما يبتعد عن المسند كل ما يقل. اوكي فبعد حلقات تسليح ما لا داعي. اوكي احنا بعد المثال مالتنا، بعد المثال مالتنا حديد التسليح طلع single reinforcement. اوكي طيب حديد التسليح طلع reinforcement، فما يحتاج انه اني طبعا اذا صار هيد شيب بالحقيقة وهذا مستحيل، فما يحتاج انه اني احط اي حديد اضافي علوي لان ما يحتاج اي حلقة. نحن نحط هذا الحديد، نحط هذا الحديد مجرد على مود انه نربط الحلقة، لان ما ممكن ربط الحلقة. اوكي ما ممكن ربط الحلقة الا اكو شيش هنا، ف خلي بس نرسم. اوكي فعاني من أسلح إذا هذا ماكو وحلقات ما تحتاجها، فماكو داعي أنه أضيف هاي. فأول زيادة في حديد التسليح، أوكي أول زيادة في حديد التسليح هو
يعني الشيش هذا زيادة في حديد التسريح، فهذا يعطيك فاكتور أمان في أكو حديد زيادة في التحمل. والحلقات ما لها داعي، وانت حطيت هذا أيضا عامل أمان. ثم بعد ذلك نأتي الآن إذا أنه إما أنه أنا ما أستخدم، طبعا هذا ما معقول ولا راح تحلم تشوفه بحياتك العملية، أو أصغر المقطع مالتي لأن المقطع صاير غير اقتصادي. طيب خلي نشوف ال etabs شلون يحسب الشير. خلي مثلا ناخذ added point 5. بس قبل ما ناخذ added point 5، قيمة added point 5 خلي نحسبها v u at 0.5 تساوي 90 ناقصاً 18، ويساوي 72 كيلو نيوتن. اوكي خلينا نجي نشوف ال 10.5 شير. اوكي القيمة فيو 72. طيب احنا اي سي اي جي اي اس تي اف واي اس اف سي اس شنو اي كلها. اول شغلة الفيو كاتبها مثل ما نطريها، هاي خلينا نشوف etabs calculations for share. اوكي الفيو اوكي، وطبعا نسميها فيو 2 باتجاه المحور 2 2. اوكي وانت اذا نسيت الاسماء مال المحاور تقدر تدوس كنترول دبليو اوكي تشوف الفريم لوكال اكسس. اوكي نشوف لوكال اكسس. اوكي هنا شو اسمه، اسمه واي وهنا اسمه 2. اوكي الاخضر دائما انتبه انه الاخضر مع الواي والاحمر مع الاكس والازرق مع الزد، هذا اسمه 1 وهذا اسمه 2 وهذا اسمه 3، فهو شير بهذا الاتجاه اللي شفته حضرتك. اوكي اوكي فلذلك نسميه شير 2 لانه باتجاه الواي. اوكي لان احتمال يجيك باتجاه الاكس اوكي بسبب الرياح والزلازل. وهذا وحدته كيلو نيوتن. حاسب المساحة مع المقطع اوكي الفعال سمينه اي جي او الاي سي. اوكي اسمه اي سي. شنو المقطع الفعال اللي هو بي في دي، وهذه 400 مضروبة في 540 واللي تساوي وحدات السنتيم. اذا ردنا نشوف وحدات السنتيم اوكي وحدات السنتيم راح تصير 40 في 54 وتظهر الوحدة 2160 سنتيمتر مربع اس 4. اوكي الاي جي اللي هي المساحة الكلية بي في اتش هو اللي تساوي 400 في 600 بوحدة السنتيم 40 في 60 وهي 2400 سنتيم أس 4.
الاريا اوف ستيل اللي هي ناتجة من حديد التسليح، اوكي، هذه محسوب على المينيموم، اوكي. بالنسبة لل اف واي اس اللي هو اليلد بالنسبة للشير، اوكي، والاف سي بالنسبة للشير هو 40، اوكي. طيب هنا ستريس، ستريس عندك طبعا، عفوا هنا اني ماخذ على ال، احنا ردنا على 0.5، اوكي. شير الستريس، الستريس هذا الستريس الاول، ستريس في يساوي اللي هو الفيو 2 مقسوم على الاي جي، وهذا يساوي 72 مقسوم على الكيلو نيوتن 1600، اوكي، ويساوي طبعا مضروب في 10^3، اوكي، فينقسم على، يعني هذا بالكيلو نيوتن، اوكي، حتى يطلع نيوتن على مديم سكوير، نقسم 72 على 216 راح يطلع ثلث أو 0.33 ميجا باسكال، أوكي. شوف اللي تابس 0.33. بالنسبة للكونكريت كاباسيتي، كونك كاباسيتي، أوكي، اللي هو يسميه الفي سي، هذا هو عبارة عن الفي سي، أوكي، مقسوم على ال اي جي، اوكي. هو ما حاسب ال في سي ابدا، نهائيا مو حاسب ال في سي، اوكي. فنستخدم القانون، القيمة هاي حسبناها من القانون، اوكي، مقسومة على 216، عفوا، وتساوي 1.505، طبعا رقم 4 بعده بس نكتفي بوحدتين، مثل ما نطلع حل اي تابس. الابر ليميت، الابر ليميت اللي هو الحد الاعلى اللي قلنا عليه، سماه طبعا في ماكس، اللي قلنا عليه انه هو 5 في سي، طبعا الاي تابس راح يحسبها 5 كونك كاباسيتي، وتساوي 5 في 1.05، وتساوي 5.25 ميجا باسكال، اوكي، 5.25 كونك كاباسيتي فاي في سي. شنو هاي الفاي في سي؟ هي عبارة عن الكونك كاباسيتي مضروبة في 0.75، وهذا يعني انه يتساوي 1.05 مضروبة في 0.75، راح تطلع 0.787 تقريبا 0.79 ميجا باسكال، مثل ما نطلع الأبر ليميت بالفاي راح يضرب ال 5.25 في 0.75 وراح يطلع 3.94. طيب الشير، شير 5 في سي، شير فاي في سي، هاي شلون يحسبها؟ هاي يحسبها من ال فاي في سي كونك كاباسيتي، اوكي، مضروبة في ال اي جي، وتساوي 0.79 مضروبة في 216، وتساوي
170.64 اوكي كيلو نيوتن، هون طلع 170.15. الفرق هذا بسبب التقريب، اوكي. يعني احنا اذا ناخذ ال في سي اللي هي من الاول 227.68 او جذر 40 على 6 في 400 في 0.54 مقسومة هذه على المساحة 216 مضروبة في 0.75 مضروبة في 216 راح تطلع القيمة مثل ما حاسبها الـ ETABS. طيب مشير 5VS، شنو الـ VS؟ قلنا الـ VS هو الـ VC، يعني الـ VN minus الـ VC. بس بما انه هنا هو اقل من النصف في سي، فاصلا قال لك نو شير نيد، اوكي نو نيد فور شير، فلازم القوه هذه 0.33 كلش بعيد عن ال 1.05. اذا تقسم ال 1.05 على 2 اوكي راح يطلع عندك القيمه. لذلك المفضل انه شنو اسوي، يعني المفضل انه افتح القفل اوكي وابعاد المقطع مالتي، بعد المقطع مالتي هذا اصغرها اسوي مثلا 400 ب 320 او 250 اوكي، واصمم من جديد المقطع يمكن اني ما خزن ما سويت اوكي سكشن شنو اوكي ما مشكلة صار فريم من اتعرف النوع مالتك من اساين فريم سكشن بروبرتيز حل انطي طيارة صدقية اوكي سيدا نجي نشوف الفليكستشر بعد على المينيموم خلينا نشوف بوتوم وهذا المينيموم فهو اكبر من المينيموم اوكي طيرت المينيموم بسبب انه صغرت البي والدي اوكي والمطلوب اكبر من المينيموم لذلك يعني احنا 954 يعني صارت اقتصادية شوية نوعا ما انه مو اصغر عفوا احنا بالمنتصف انا اريد الشير ماكس هنا 1.05 تقريبا يعني تسيح الحد الأدنى أوكي يعني تقريبا على الفي سي شوي أكبر من الفي سي فكلش اقتصادي هذا المقطع بالنسبة للشير. طيب إذا رحنا شفنا الديتيلز قائمة الديتيلينج ستار ديتيلز وشفت التسيح طبعا لابد انه يستخدم اثنين فوق مستمرين اوكي من الاي الى سي فوق اثنين مستمرين اللي هي قلنا انه ما ممكن انه اربط حلقة يعني لو تروح شو ما تسوي الا يطلع لك هنا اثنين اثنين من وعي يقول لك هي صفر اوكي الا يطلع لك اثنين لانه انت ما تقدر تربط الحلقة بدون شيش تقدر طبعا زارة تستخدم فاي 10 هنا مستخدم 4 فاي 20 اوكي وحلقات التسريح 3 على مسافة 150 و 25 حلقة على مسافة 150 ايضا ممكن انه تسحب هذا التقرير رايت كليك باي مكان اكسبورت وتاخذه كاوتوكاد
أو صيغة دي إكس إف. نرجع إلى العملية هنا. طبعا هاني ليش جاي أحكي على وأطول بهاي المحاضرات كلها؟ أولا حتى تعرف أنه إذا طلعت لك أوفر إس شلون تتعامل مع الشير والمومنت، وشني هاي القيم اللي أنت جاي تقراها. ستة كثير يعرف يستخدم الإيتابس بس ما يعرف يقرأ القيم وشين القيم وشلون يتعامل معها. لذلك اعذروني إذا أنا جاي أطول بالمحاضرات، بس أنا أريد أعلمك التحليل والتصميم اليدوي قبل التعامل مع البرنامج. هذا آخر ما لدي في محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.